احلام القروز، اخصائيه ديال العلاج الفيزيائي تجميل طبي وعلاج بالليزر. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا واحد الموضوع اللي مهم بزاف، يعني بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا من واحد المشكل خاصه في شهر رمضان، الا هو الجفاف ديال البشره. دونك كيف ما كنعرفوا ان البشره كتعرض لمجموعه من العوامل اللي كتسبب في الجفاف ديالها، وذلك راجع لنسبه الرطوبه ونسبه الجفاف خصوصا في البلدان العربيه، وكذلك يعني زياده في التعرق في شهر رمضان، كذلك عادات اخرى سيئه يعني متداوله عندنا. وبالتالي ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا واحد النقاط اللي غادي نتفاداوها وشي حوايج اللي غادي نديروها باش نتفاداو المشكل ديال جفاف البشره. اول حاجه كنركز عليها هي شرب كميه وفيره، كميه جيده من المياه، ابتداء من ساعه الافطار الى ساعه السحور، الى وجبه السحور، وداكشي يكون بطريقه متقطعه. كذلك كنركز على تجنب الاطعمه المملحه والاكثار من يعني اكل الاطعمه اللي فيها سكريات ومقليات الى غير ذلك. كثير كنركز على السكريات لانها كتساهم في الجفاف ديال البشره وتساهم كذلك في الشيخوخه المبكره ديال البشره، مما يؤدي الى تجاعيد، وهذا الشيء كيزعج مجموعه ولا العديد من السيدات. اذا الاطعمه ديالنا خصها تكون متنوعه، فيها فيتامينات، فيها الياف، فيها كذلك خضر وفواكه. من بين الخضر الغنيه من المياه مثلا الجزر، الخس، سبانخ، الخيار كذلك. يجب كذلك تفادي شرب القهوه. بالنسبه للناس المدمنين على شرب القهوه كنصحهم باخذ كوب واحد من القهوه، لان القهوه كتجفف البشره حتى هي. ومباشره بعد استهلاك القهوه يجب اخذ كوبين او ثلاثه من المياه يعني لخلق التوازن. التغذيه بوحدها ماشي كافيه، خاصنا ضروري نتبعوا واحد الروتين اللي يساعدنا باش تكون عندنا واحد النظاره في البشره وترطيب وتكون ان شاء الله بشره متالقه. اذا دابا غادي نشوفوا شنو هو الروتين اللي غادي نقدروا نستعملوه باش تكون عندنا بشره زوينه. اول حاجه غادي نهضر عليها هو التنظيف ديال البشره. تنظيف مهم جدا، دونك ما خصناش نستعملوا الصابون ديال الحجره، بالعكس اذا كانت عندنا البشره جافه خصنا نستعملوا واحد الغسول يومي اللي نستعملوا في الصباح ونستعملوا في المساء، ويكون غني، يعني كيكون غسول على شكل حليب مرطب ولا غسول على شكل زيت مرطب متوفر في الصيدليات وفي شبه الصيدليات. مباشره بعد الغسيل خصنا نركزوا على الترطيب ديال البشره ديالنا، يعني بكريمات غنيه مع الحرص على التدليك بطريقه جيده باش هذوك التركيبات اللي كاينين في الكريم يدخلوا مزيان للبشره ديالنا وتستافد منهم. كذلك ممكن استعمال في شهر رمضان ما يسمى بالرداد او لوتيرمال، يعني واحد الرشاشه اللي كنستعملوها على الوجه ديالنا، ممكن نستعملوها في اي وقت من النهار، وذلك يعني باش كنخليو البشره ديالنا فيها واحد انتعاش وحيويه وكذلك نضاره. من بين الروتين اللي ممكن نستعملو مهم جدا الواقي الشمسي، يعني بنسبه SPF 50. من الاحسن لان دابا الحال بدا يسخن، دونك الواقي الشمسي خصنا نستعملوه كل ساعتين الا كنا خارج البيت، وحتى اذا كنا داخل البيت نستعملوه. كذلك السيدات اللي كيبقاو نهار كامل في المطبخ قدام الفران الى غير ذلك. من بين الروتين اللي خصنا عاوتاني نكونوا منتظمين عليه استعمال ماسكات طبيعيه. هو تبارك الله رمضان داخل، دونك ما تنساوش الماسك ديال التمر، غني بزاف بالالياف وكيرطب البشره وكيعطي واحد النضاره خياليه. التقشير مهم حتى هو، نستعمل واحد التقشير مره واحده في الاسبوع، وذلك لتجديد الخلايا وتنشيط الخلايا. وما ننساوش النقطه اللي مهمه بزاف، التدليك، تدليك البشره بزيوت طبيعيه، مثلا زيت الافوكا، زيت الارغان، زيت اللوز الحلو، دونك مجموعه من الزيوت المرطبه، ويستحسن استعمالها بالنهار ماشي بالنهار، حيتاش النهار كتكون اشعه ديال الشمس يعني ممكن تسبب لنا اسمرار، فوالا لتفادي الاسمرار. ومن هذا الشيء هذا كامل ما ننساوش النوم مبكرا، يعني النوم حتى هو كيلعب واحد الدور كبير في الرشاقه ديال البشره والصحه والترطيب ديالها. وان شاء الله الا تبعنا هذا الشيء هذا كامل غادي تكون عندنا واحد البشره صحيه وزوينه ان شاء الله. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.